دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تكونوا مزيانين. شوف انا بافيت البافيت البافيت بافيت ثم البافيت ثم البافيت. المهم جيت نقول لكم بغيت نمشي اليوم عند واحد المتتبعه هكات عليا. كنا انا وياها اون كونتاكت وهي كدير اصلاحات باش قادينا دي تخيك هكا في الدار كوزينه. مهم الصباغه البيبان شحال من حاجه. واليوم غنمشي عندها باش نشوفوا الريزلت داكشي اللي قادينا ان شاء الله. قلت علاش لا ما بارطاجيش معكم حتى نتوما تشوفوا تقولوا لنا الراي ديالكم. بدات المهم دابا دخلت للدار ديال واحد المتتبعه كنقول لها شكرا بزاف حيت خلاتنا نصوروا ونعطيو افكار بعضياتنا. ومهم نجي نوري لكم لابارتمون صراحه زوينه بزاف ماشي ابارتمون دار وزوينه بزاف عجبني الديكور ديالها وان شاء الله هذه غير بدايه باقي غادي نزيد نصور لكم ونوري لكم حتى تكمل ان شاء الله. وعلاش لا حتى حنا غنلصقوا فيها حتى نسالي الفراش يا نورا ربي يخليك. المهم يا نورا حلات لينا بابا حتى تسالي الفراش ديال دارها وحنا نصوروا وناخذوا هكا افكار. المهم انا غنبدا لكم شويه بشويه باش نتوما تاخذوا فكره. المهم من هاد الصور ماشي الفوحان ولا اننا نتفاخروا على بعضياتنا حاشا، بالعكس حنا بينا ناخذوا افكار. انا نعطيك فكره وانت تعطيني فكره وحتى في لي كومونتير ديالكم مرحبا بالافكار ديالكم. بالعكس هي راه باقي في الاصلاحات بغينا افكار اللي غنستافدوا منها. اي وحده عندها شي فكره مرحبا بها وشي كومونتير مرحبا به باش هكا نستافدوا من بعضياتنا. اول حاجه نبدا معكم هو الباب اللي صراحه طوب واعر. ها نتوما الباب جاي على هذا الشكل. المهم راه باقي كما قلت لكم انا نحل لكم شويه باش ما نخسرش حيت باقي كيجيو الخدامه. ها نتوما كي هاد الزوقه من الداخل ومن برا نفس الزوقه البنات اللي كاينه في البر اللي في الداخل ها هي كاينه حتى برا اي مغلفين على حساب الخدامه. وهذا بشحال تقام عليك كنورا الباب؟ شي 4000 درهم. الباب البنات 4000 درهم. نفس الزواقه هنا كاينه برا. نفس الزواقه هي غنوريها لكم من هنا هي كاينه على برا. درت ليها هاد العوينه هادي. الباب كما قلت لكم 4000 درهم. هذا هو الشكل ديالو. كتجي هاد البارتيه هادي ديال الاينوكس من هنا نتوما. وفيه حتى لي زوبسيون زوينين الصراحه. وصحيح مغلف من الداخل راه كله مغلف بالحديد. بالحديد اه كله مغلف بالحديد. فيها دو ديال سيكوريتي وفي حتى واحد سيكوريتي لما بغيتي تحلي الباب كله هو كتحلي غير شويه حتى كتشوفي شكون اللي كاين من هنايا. شفتي وفيه ثاني لي زوبسيون كرايش اييه يعني راه صحيح صراحه. هذا هو اهم حاجه. قدام الباب درنا الخامة في النوار. هنا غديري الخامه في النقط درناها غير دابا دايرينها بالكبس باش ما يتكرفصوش. ايه كما قلت لكم البنات راه باقي عندها لي طرافو غير ان شاء الله حنا بينا نصور لكم باش ما نخليكمش بلاش. المهم مع الدخله ديال الباب ها هي كتجيو كتلقاو هاد البلاصه دايره هكا. المهم الناس غادي نديرو داك الديكور ديال العود اي غادي يكون اوندوري يعني ملي غتشوفي ما غاديش نشوفوش اوندوري وضايع البيت. أوريكم البنات السبوطات خداتهم من البريكوما. بالنسبة للناس اللي غيسولو فين خدات السبوط إيه هنا غادي تكون لاتيلي ياك. وإن شاء الله غادي دير شي موبل صافي. هنا بلاصة الضو هنا غادي دير فيه شي كادر فوتو ولا شي حاجه باش ما تبعدش. كما قلت لكم هذا هو الباب. هذا هو الباب. هذا هو الصالون. أنا نبعد باش يجيكم باين الصالون. ها نتوما الصالون هنايا هذا غير غباري يعني اش غادي يخدم المعلم. هنايا راه غيدير كله بالنقش كله هو غيتخبى بالنقش. غادي يكون غير داك الستيل ديال الضو يكون اوندوري والوسط غيكون حتى هو بعود نفس الستيل هنايا. وفي الجناب غيكون غير بيت وليت وسط من العود. فهمتوا يا البنات؟ المهم ها هو حنا راه باقي عندها الخدمه فيه. انا غير كنوري لكم من دابا باش ان شاء الله نتابعوا المراحل تنشوفوا النتيجه النهائيه. هذا هو الليد. ها انتم دورات الليد على جوج المرات هنا ودوراته في الوسط وهنا كلشي راه غديروا هي عود. بالنسبه للصالون شحال فيه ما عرفتش. لاكليم هنايا البنات لاكليم ها هي درتها اون كاستري. الصالون شحال فيه؟ والله ما عرفتش مترو
المهم الصالون ما عرفتش شحال فيه العبر، ولكن راه كبير، تقدر تكون ديك 2 متر وشي حاجه على 3 تقريبا، تكون 2 متر على 3 ولا 3 والصرف. المهم راه كبير الصالون، غير باش تعرفوا. بالنسبه لهنا هادو ديال الضو ديال الريدو راه اوتوماتيك ياك انتوما شتو درتو اوتوماتيك صافي. وبالنسبه للبي في سي، بالنسبه للبي في سي البنات درتو هادو، درت هاد البي في سي هذا اللي صراحه زوين هاد صراحه المعلم تا هو الله يرحمه خليته تكون وفي الوقت زعما الوقت اللي تيدير معاك تيكمل ديك الخدمه ديالو. راه اهم حاجه هما المعلميه، سمعوا يا المعلميه هذا ميساج للمعلميه، ملي ديروا معنا شي كلمه نكونوا على قدها. باقي غادي يجي يفيني ليها، يدير يفيني ليها كلشي، دير الزليج باش ما يبقاش كيسقي داكشي. هادي راه فكره زوينه الزليج كديريها لتما. هنايا ودرتو حتى هنايا. انتما اللي كي داير صافي البنات. المهم الصالون كيجي بحال هكا، نوريكم من هنا باش يبان لكم. تبارك الله راه كبير. بالنسبه للدار انا خديتها من عند بروموتور، وانا اللي صنع على الدور ديالنا دينا الاصلاحات ديالنا. بالنسبه هو اللي بغي يصلح ليكم راه نتوما الاختيار ديالكم، ولكن كتعطيه الفلوس. كتعطيه الفلوس باش يصلح لك كيدير معاك الثمن. والفصاله هو فصل من عنده، الفصاله كيعدي يفصلها لك، هو اللي بغيتي يفصلها لك على ذوقك. بغيتي تفصليها انت كتفصليها انت. المهم كما سمعتوا يا البنات راه هي شرحات لكم. المهم السيد اللي خداو عنده هو فصل ليهم، ولكن ما صلحش، هي اللي صلحات هذا الشيء كلشي. والفصاله راه كيديرها على ذوقي، انا فصلت على ذوقي هنا كفصلت على ذوقي وكملنا الاصلاحات. بغيتو هو اللي تشرو من عنده ويفصل لكم ويصلح لكم ويفيني لكم الدار ويفيني لكم كلشي. المهم بالنسبه للصباغه مازال ما درتهاش. الراي ديالي انا هي تصلحيها براسك. بالنسبه للبنات الصباغه مازال ما درتهاش، باقي غادي تدير لانجوي الثاني والثالث، عاد دير فوق الصباغه. المهم هنا كتقول غدير ان شاء الله صباغه ديال الخيال. بالنسبه للزليج درت هذا اللي داير بحال الرخام، سميتو ناضور. شحال خديتي؟ شي 180 كان الثمن ديالو 180 درهم عند صيغام اكادير اللي في الداخله. وصافي هو دابا باقي مسخ، باقي سميتو ولكن لا لا شوفي غير من هنا انت في الكاميرا راه كيبان واخا هكاك، حيت باقي مسخ. بالنسبه للعود داكشي النتيجه ديالو الاخيره راه واعره ان شاء الله غادي يكون شي حاجه زوينه. كومي من الدار كتدخلي ليها راه كتحسي بها مفوجه حيت ما فيهاش الالوان. ديما الديور الصغار ولا ما كيكونوش يعني الديور الصغار راه كان حتى 70 راه باقي صغيره، 80 باقي صغيره، لان الديور الكبار هما الفيلات وهذا واخا ديري الالوان كيكون لي سباس. بالنسبه للديور الصغار ما كاينش لي سباس، اذا ما كاينلاش نبقاو نكثروا الالوان. كل ما لعبتي على الابيض كيعطي سباس زوين. هنايا البنات غنديروا هكا، كاينه بيت النعاس. انا عجبتني بيت النعاس، عجبتني الشوفه في المنظر اللي فيه. هانتوما هنا نورمالمون راه كان عندها بالكون يا كنوره، هي كان عندي بالكون وفضلت انني ما كنت غادي نفتحو ونسد هنايا بين بيت النعاس والباركون، ولكن ملي درت واحد الرونجمون بلاكا في الباركون فضلت انني نخليه مسدود على حقاش اكادير كيكون فيه العجاج بزاف، وتيكون قلت اللهم ندير بليسه بيت النعاس وبليسه ونشوف الا كان العجاج غادي يسمح لي هنايا. ودرت هنايا هذو الكري على التحجر فيهم مشكل هانتوما. عجبتني هاد الفكره ديال الشراجم، انا كيهبط بوحدو كيطلع بوحدو بحال هو لو نبدلهم حتى انا ناخذو من عند الاطفال. تعودت ليا من هذاك كثير من تحت، اما من الجناب قال لي احسن ما ديرش ديال الصباغه. واصلا هو من الجناب راه دار ديجا داك البي في سي خارج خارج، وراه مازال غادي ندير اينوكس ان شاء الله يكون خارج. حتى هو واحد المنظر تاعو زوين، وماش ديري فيه لي بلونت كيعطي ثاني واحد المنظر تاع الواعر. هنايا البنات اللي قالت لكم غادي دير فيه واحد الكليسه، هنا غادي الكليسه، وهنا غندير واحد الخانيه ريدو يكون بيلي باك، داك الكيس اللي كيتسحب هكا تيبقى غير بيلي باك. هنا بيت النعاس. المهم هنا غنوريكم
البلاكار، ما غاديش نديطاي معكم في البلاكارات حتى ان شاء الله يكمل كلشي ونديطايو. هذا البلاكار الاول، هنا راه جات واحد البودره هادي، شحال ما كنحملهمش ملي كيجيو من جات هاد ولكن انا زوينه هنا جات حيت فرقه هذا سميتو. بالنسبه لماريو ها هو صراحه كبير، مازال ما كملش، باقي باقي في باقي فيه الخدمه. هانتوما الماريو راه كبير تقريبا واخد المساحه ديال البيت كامله، وعندي فيه حتى الغرب بالنسبه للسبوت هما هادو، وهنا راه كيجون بريكوما. المهم بالنسبه كاع لي سبوت البنات خداتهم بريكوما، اي صراحه في هاد جوج بلايص اللي فيهم لي سبوت زوينين. وهنا درت هاد اللاد هكا في الموف، تقدر تبدليه الالوان ياك. هانتوما البنات فيه زوينات على حسب كوفرلي، بدلي كوفرلي بدلي معاك اللون. المهم راه باقي الفراش ان شاء الله نديرو شويه بشويه. بالنسبه للبيبان توفر البيض راه مازال غادي يتفينا وتعاودو. هانتوما البنات قلت لكم البيبان في البيض فيهم هاد التكريجه هادي، غادي فيهم هذا بحال شكل تيكونوا بحال شكل خيال. لي بواني تا هما خديتهم من السلام من عند واحد السيد تيقولوا لي عابد، واحد الدروكري صراحه التعامل ديالو زوين وتيدير حتى لي بري زوين. وهذا اخر ما كاين، هذا اخر ما كاين في السوق، دوغي وارجونتي. فخ باك ما رضيتش فيهم البال دوغي و فون ارجونتي. بالنسبه للساقطات هادو، بالنسبه لهادو خديتهم من عند واحد السيد ولا ما عرف سميتو، حتى نسول راجلي واش كاين في تبرجت ولا المهم ما تنسولش ماشي مشكل. هانتوما البنات راه اي سؤال حطيتو راه تجاوبكم هي في لي كومونتير. بالنسبه للكويزين راه باقي فيها الخدمه، باقي ما تقادات، الوغ ندير لكم غير واحد الاطلاله خفيفه حتى ان شاء الله تقاد شي حاجه. بالنسبه لهذا الزيت ديال الحيط راه بحال ديال ناديه. هذا زوين هذا ما كاين عند سيرام اكادير صراحه ما زليش اختاريتهم من عند سيرام، عندهم زليج زوين. بالنسبه للزليج هانتوما درت هذا، هذا راه زوين عرفتي، راه النيتواياج ديالو ساهل وديما كيبان نقي. خليت هاد لي سباس هادي تتكون زوينه بصراحه من فوق لافابو، تتكون زوينه كديري فيها لي بلونت وسميتو هو واحد الحاجه اللي عندها ديفو هو هاد البودره عاوتاني جات في الوسط، ولكن ان شاء الله لقينا افكار زوينين غادي نصايبوا بها، ومن بعد ان شاء الله نعاود نصور لكم تقولوا لي انا يزوق حسابي هاد الزليج هكا باش جيها انتوما. هذا نفس الزليج اللي دايره كتجي بحال هكا. وهنا الكوزينه الكماله ديال الكوزينه راه كما قلت لكم باقي الخدمه فيها، ان شاء الله انا نبعث لكم باش يبان لكم كتكمل تتكمل البنات ان شاء الله، ونجي نبارطاجيها معكم. يعني هنا اون فاس ديال الباب كتلقاو لا كويزين، وهنا بيت النعاس من اللور بيت النعاس والصالون، وهذا الكولوار اللي غيدينا للدوش. بلاتي نوري لكم الكولوار كيفاش زوقاتو هي، درت لهم هاد لي سبوت هادو اللي كيجيو بحال هكا صراحه زوينين لي سبوت. حمقوني هانتوما كيجيو زوينين البنات. زوينين البنات درت لهم بحال هكا هانتوما، كيجي في الكولوار كامل هكا تي باش ما نشدكش. هانتوما وهذا الدوش، الدوش درت الباب ديال البي في سي، مازال ما درتش الجاج. بالنسبه للدوش نوري لكم بعدا من هنا باش نحلو. درت لا شاس اون كاستري، وهنا درت هاد البارتيات هادو فين كتحطي لي برودوي ديالك.
وين باقي خاص المهم مازال تكون لاكابين ديالو وهنا غادي يكون الموبيل هنايا بالمرايا ديالو فهاد التخليط. وهنا راه درت لي سبوت ديال الماء البنات هادوك اللي كيستحملوا الماء باش ما يتحركوش الغيا. المهم راه باقي فينا الخدمه ان شاء الله تكمل ان شاء الله حتى تكمل وتكون راضيه على النتيجه ديال دارها. ودينا باقي شي عراضه يعني اللي قلتها لكم لا صراحه عجبتني هاد البارتيه ملي درتها هنا. يعني الصالون كيبقى ديما مجموع الكوزينه تقدر تاكل فيها. وهنا بيت اخرى اللي كتجي على شكل اي كيجي من هنا من هنا لهنا واحد ثاني هكا وهكا. المهم كتجي على شكل اي. درت لهم هاد لي سبوت هادو اللي كيبانو حتى هما زوينين كيجيو. بس هي طفي علينا وتشعل باش يبان لكم. جاوز زعما زوينين بالنسبه لبلاصه الفازه عندها اما ديرهم هنا اما ديرها الجهه الاخرى نوريها لكم اما تقدر ديرها هنا. المهم الجلسه كتجي على شكل يو هكا الفازه غالبا غديرها هنا وكيجي الكولوار اللي كيديك لبيت النعاس والصالون هكا. تشوفوا تبارك الله الدار كي كتبان مضويه الليد. هنا درت البيض في الليد بالنسبه للليد كري ان شاء الله. وهنا بيت الدراري ديما البيبان درتهم في هذا في هذا الشكل البوانيات هكا. صراحه بواني باينين عليهم شي حاجه بلانتي. وهنا اختي تمشي 190 درهم 190 درهم. انا جاو لي صراحه خديتهم كلهم بريكوما. هذا بيت ولدي فيه الليت في التلت ديال هذا كيشعل لي كولور وصاني وهذا تيشعل البيض. اييه هذا البيضين هذا كيشعل لي كولور. زوين. شتو البنات بالنسبه للقبس اللي درت غير هكا مستطيل. المهم سامبل بازات على السامبل. صراحه انا راه كتحمم كيحمقني شي حاجه سامبل. البيت تقريبا غيكون فيها شي ثلاثه. هي درت كاميرا فين بلاصه الكاميرا؟ بس كاميرا تما كاميرا في البالكو كتشوف على برا طوموبيلات وكاميرا في الباب. اييه راه دابا والله الا وقت الكاميرات هادو ما بقاتش ثقه. بالنسبه للماريو انا نوضي لكم دابا الميزات كتغوت درت فيه شلاش درت العود ديال هاي جلوس. مازال ما كملتش غير شي حاجه وصافي. تبارك الله زوين نيت كملت تقريبا. المهم باقي لي ديطاي فيه من بعد ونبارطاجي معكم كلشي. انا بغيت غنشارك معكم اليوم شنو كاين بالنسبه للدار. درتها كلها بيض التليج هكا كلها. هنا راه باقي غادي تزيد الباركي ياك. هنا بيت ولدي اللي غندير فيه الباركي يا اما لوغري بارد يا اما في لوباج ان شاء الله. المهم عطونا افكار تانتوما الا عندكم شي افكار شي حاجه باش ان شاء الله نخرجوا بنتيجه زوينه ونكونوا كاملين تعاوننا. ولكن ديجا راه نوره تبارك الله ما خلات ما تبارك الله راه دارت افكار كثيره. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو ديال اليوم. ناخذوا افكار. حاولت هاد الفيديو ما غندير لكم لا مونتاج لا والو باش هكا تستفدوا من الافكار اللي قالت نورا. نورا عندك ما تقولي تخلي نقول لي عنده شي تساؤل بغي يسول ناديه ليها هي ماشي مشكل. انا اي حاجه منين خديتها ولا الناس اللي تعاملت معاهم راه غنقولها لكم. صافي مول البي في سي الله يعمر لي الدار مول الزلج ديال الله يعمر لي الدار. الخدمه ديالو نقيه وفي الوقت
مربي فيزي خدمة ديالو نقية في الوقت، لا القباصة والخدمة ديالو متكونة 100%، القبص ديالو راه تي كيتعلق فيه وما كيطيح لا والو، الله يعمر ليه الدار. تا هو الخدمة ديالو نقية وفي الوقت ديالها، مول الكوزينة راه الخدمة ديالو تا هو نقية، غادي تا هو في الطريق يكمل ديك الساعة ونعطيكم الرأي ديالي فيه إن شاء الله. يلا البنات، المهم أي سؤال عندكم يخليوه في الكومنتير، جاوبتكم أنا ولا نورا بحال بحال اللي جاوبت فينا، راه غادي ان شاء الله تاخذوا معلومات كافيه، ومن بعد نبارطاجي معكم الشكل النهائي. كما قلت لكم نورا راه متتبعه، ولكن دابا راه ولات صديقه ان شاء الله، ونشاركوا معكم كل شيء الزوينه والخايبه والحاجه اللي ما عجبتناش واللي ما عجبتكمش انتم، قولوها لينا. حتى حنا راه كنا بحالكم، تناخذوا افكار من هنا ومن هنا وغاديين هكاك. هذاك الشيء اللي كاين. يلا خليتكم حتى الفيديو ماشي، وما تنساوش لايكوا لي الفيديو مزيان، وتبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء باش هكا تعمل فائده للجميع.